اهوت هنا في البداية خالص قلت لكم ان انا عندي 3 طرق، رغم ان انا كاتبهم طريقتين، طريقة هتنزل تقليدية، والطريقة التانية باستعمال انسر فايل انا عامله، الطريقة التالتة اللي هي الايمج بيزد ريز انستليشن اللي موجودة عندي. بفرض ان انا عندي اي جهاز، وبقول اي جهاز، والجهاز ده عليه ويندوز اكس بي، وقيت كده وقلت ايه، انا عايز الويندوز اكس بي اللي موجوده عندي هنا هو دي، تمام، نزلت عليها برامج، خليني انزل لكم برنامج وارجع لكم. بعد ما حملت الجهاز بتاعي بالبرامج ونزلت لكم برنامج وينزيب ونزلت اوفيس ونزلت فيجوال بيزك ونزلت كل حاجه، انا عايز اخد ايمج من هذا الجهاز بحيث ان انا اعمل لها دبلوي على الاجهزه التانيه اللي شبه هذا الجهاز اللي موجود عندي. يعني السوليوشن بتاعي دلوقتي هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن ان انا هياخد الويندوز بالبرامج بتاعتها اللي موجوده ينزلها على جهاز تاني، يعني مش هيبقى ويندوز بس اللي موجود عندي. هعمل ايه؟ ببساطه هروح على الويندوز اللي انا عاملها كأن ده بالظبط كده الريفرنس كمبيوتر، واروح على ستارت، مفيش نتورك، خلينا نخش نظهر نتورك، لفة طويلة، كنا أظهرناها هناك، كنا خلصنا سيرل نتورك بريسز ستارت. ده يبقى لما الميموري بقى تضرب ستارت، وهروح على ماي نتورك بريسز، وهنروح على انتاير نتورك، وهروح على مايكروسوفت ويندوز نتورك. لقيت الايقونه بتاعت الدومين بتاعي ان دبليو تريدرز، دبل كليك عليها، اخش على السيرفر لندن، وهنخش هنا على مين، على ريم انستول اللي هو هو مين، تمام، اللي هو هو الفولدر اللي موجود عندي على الاي، بس هو اسمه في الشير غير اسمه على الاي. فاكرين لما عملت كده؟ يلا عشان قربنا نخلص الساعه، عايزين نخلص ريم انستول اللي موجود عندي. هخش جواه، جوه ريم انستول، ومن هنا هختار ادمن اي 386. والمره دي هستعمل الملف اللي اسمه rip دوت اي اكس اي اللي موجود عندي، هعمل عليه دبل كليك. Welcome to remote installation preparation wizard. الويزارد دي هتعمل ايه؟ Will help you to convert this windows installation. هتاخد الويندوز installation including the program and the configuration setting. يبقى البرامج والconfiguration setting to the remote installation image. تمام؟ اللي هي اللي موجودة فين؟ في الريز سيرفر اللي موجود عندي. هقول له next. السيرفر بتاعك اسمه ايه؟ لندن، عشان لو انت عندك اكتر من ريز اكتب له هنا، يبقى هنا الويزر دي هتتكوبي للسيرفر اسمه لندن، وهقول له هنا نيكست، تمام. طيب الويزر دي هتتكوبي هنا اهوت، هتسمي الفولدر اللي عايز تنزل فيه ايه، هسميه مثلا اكس بي with مثلا وينزيب، نيكست. في حاجة مش عاجباه، ماشي، ممكن مش عايز مسافات، بس الفايل نكست هتسميها ايه؟ فول سوفتوير نكست، تمام. قال لي السيرفيس دي لازم تقف عشان تشتغل، يعني اقدر اخد كوبي منه، وقفها ما يهمكش، تمام. بدأ ان هو ياخد يوقف السيرفيس اللي موجودة عندي، please wait while following service are stopped.
يبقى بيحاول يوقف السيرفيس اللي هو قال لي عليها. بعد ما وقف السيرفيس لاحظ ان الوين زيب مفتوح، كان مفتوح عندي هنا في التري، تمام، فقفلته وهقول له نيكست. تمام، قال لي ريموت انستليشن سيرفر اللي هيبقى لندن، واداني سمري بالريفيو، هقول له نكست. قال لي شكرا جزيلا للبريبريشن ويزرد، هقول له نكست. بدأ ان هو يعمل ريموت انستليشن بريبيرنج ويزرد، بدأ ان هو ينسخ البيانات اللي موجودة عندي للسيرفر اللي موجود عندنا، كوبي فايلز وسيرفرز اللي موجود عندي، وياخد اوبشن من الريجستري ويعمل شت داون للكمبيوتر اللي موجود عندنا. لما تحصل شاشة جديدة هوريها لكم. نرجع مرة تانية، هو لسه لحد دلوقتي بيعمل كوبينج، والكوبينج تقريبا بياخد كل حاجة موجودة في السي ويندوز، بياخد البارتيشن بالكامل اللي موجود عندنا في الريموت انستليشن اللي عندي، تمام. ولكن هنلاحظ ان هو عمل لي فولدر سماه اكس بي ويز وينزيب اللي موجود عندي جوه الايمجز اللي موجودة عندنا. لو رحنا على الدومين كنترولر، طبعا بس ده محتاج ان هو يخلص، لو عملت رايت كليك بروبرتيز هنا ودخلت على ريموت انستول ودخلت على ادفانسد سيتنج ودخلت على الايمج، مجرد ما هو يخلص هيظهر لي برضو ويندوز اكس بي ويز وين زيب. طبعا اي حاجه بتظهر لي هنا ساعتها هتظهر لي قايمه عند اليوزر اللي هيحاول يعمل لوجن بالبيكسي اللي موجوده عندي، هيظهر له 3 اختيارات، انت عايز ويندوز اكس بي بروفيشنال، ولا عايز ويندوز بروفيشنال سيلز، ولا عايز النسخه الثانيه. الثالثه طبعا النسخه الثالثه تتميز ان هي تاخد اوبريتنج سيستم بالاضافه الى البرامج اللي موجوده فيها. ده باختصار موضوع الرز. في كلام تاني ممكن يتقال، تمام، في حاجة تانية ممكن تتقال، ده مش كل حاجة، تمام. اللي عايز اكتر من كده يقدر ان هو يدور فيها. اخر حاجة عايز اختم بيها، تمام، الا وهي الليميتيشن بتاعت الرز بتاعتنا. الرز ايه العيوب اللي موجودة فيه؟ اول حاجة الرز ما يقدرش يعمل غير كلين انستول، يعني ما يقدرش يعمل عملية الابجريد خالص اللي موجودة عندي. الريز ما ينفعش ان انا اعمل ريز ان انستول بي دومين كنترولر، ولكن اقدر ان انا اعمل لويندوز سيرفر 2003 ستاند الون سيرفر، يعني ما يكونش ايه اي سيرفر بس ما يكونش دومين كنترولر اللي موجود عندي. الوايرلس نتورك دونت سبورت البيكسي نتورك كارد اللي موجوده عندنا، تمام، فعشان كده ما اقدرش ان انا استعمل معاها ايه الريز اللي موجوده عندي. يا رب اكون اتوفقت ان انا فهمته مني، تمام. ده الموضوع بشكل عام، لو صفصف الموضوع معاك على 50% رائع، لو صفصف على 20% برضو رائع. اسمعوا اكتر من مرة، ده اصعب موضوع ممكن نقابله في كورس الويندوز اكس بي. اللي فهمه الحمد لله، اللي ما فهموش يعيده مرة واثنين وثلاثة، ممكن لو قرا هيلاقي فيه افادة اكتر، تمام. الاس اي اس سيرفيس اللي موجودة عندي دي اللي انا اخر حاجة عايز انوه عنها، تمام، دي اللي احنا شفناها، ان انا كان عندي نسخة ويندوز اكس بي واحدة، وقدرت ان انا استفيد ان انا اعمل اكتر من انسر فايل موجودة عندي، اللي هي سنجل انستنس ستور اللي موجودة عندنا. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.